ايوه يا سيف، بقول لك ايه، انا جاي ومعايا ضيف. ضيف مين؟ لما اجي اقول لك بقى. بس بقول لك ايه والنبي، قول لنا شويه اكل حلوين كده، شويه بط، شويه رز معمر، شويه كشك، اعمل لنا حمامتين ورق عنب بالله عليكي. يا سيف كنت قلت من بدري، كنت لحقت وضبت الاكل. فيها فاطمه قدها ودوده فطومه، ما تحرجنيش بقى. بقول لك ايه، شويه محشي كروم. يلا سلام. تعبان شويه كده؟ يلا بينا. بس يلا بينا. فين يخرب بيت سليم؟ حب رز الفلاحين، شكلك من وجه بحر يا ام سيف. المعلم جعفر ده بقى ماما ابو الرجوله كلها، هو اللي خلصت موضوع الجمارك حتى قبل ما نبقى اصحاب. تسلم يا معلم. ده حلال واستاهل كل خير، رجوله الدنيا فيه، وانا اعرف رجاله بشنبات مش برجوله. دوب المحبه يا معلم. بس انا في حاجه لسه اعرفها، وانت متجوز اربعه ليه؟ وفي حد بيتجوز اتنين دلوقتي؟ احنا في سنه كام يا معلم؟ الله يحفظك. الله ما اعرف جت ازاي. جوازه جابت الثانيه، كل جواز له ظروفها. ربنا رحيم بعباده. حل الاربعه بس. طاقه الانسان اربعه. اكتر من كده يموت. لا بس بجد والله يا معلم. ما ندمتش؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق. لحد دلوقتي لسه. شاف نفسي كده بعد عمر طويل بلفح فرده الجزمه على ايدي. وبضرب نفسي بيها، بقول يا ريتني كنت عشت مع واحده. وجع دماغ. هو انت بتعمل كده ليه؟ بقول لك يا مصيف كل جوازه جت بظروفها. ما بتكلمش عن جوازاتك، بتكلم عن سيف. ايه اللي يخلي راجل في سنك يصاحب واحد من دور عياله؟ انت عايز منه ايه؟ هو فيها ماما. اسكت انت. اشرب يا معلم اشرب. استجدعته، بحسه زي ابني. مش ابنه، ابن انا. عايز منه ايه؟ دوم العزه يا ام سيف. يا معلم ليه بس الكلام ده؟ ده احنا لسه ما كلناش حاجه. استنى بس يا معلم، ما تتضايقش منها والله. الدم دي اطيب واحده في الدنيا. اقعد كمل اكل، امك الذوق كله فيها. حسك عينك تزعلها، رضا الأم بالدنيا. السلام عليكم. يا معلم استنى بقى، يا معلم. كل يا ماما، كل. زي ما تابعنا مع حضراتكم، ده طبعا مشهد من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان والفنانة لبنى ونس، ويعني مجموعة كبيرة جدا من الفنانين، إيمان العاصي، زينة، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. الحقيقة يمكن رمضان السنة دي، موسم رمضاني السنة دي، الشركة المتحدة مقدمة مجموعة كبيرة جدا، وجبة دسمة جدا من الأعمال الدرامية متنوعة، توليفة مختلفة من كل الخطوط بقى الفنية، إن كان تاريخي، إن كان ديني، إن كان حتى يمكن اجتماعي، كل الأنواع بقى موجودة وكل الألوان موجودة. وزي ما تابعنا، لو هنتكلم بقى تحديدا عن مسلسل جعفر العمدة، في حالة كده فنية لموهبة فنان، الفنانة طبعا لبنى ونس اللي أنا بتكلم عليها تحديدا، أو فاطمة زي ما كنا بنتابع في المشهد اللي فات. فاطمة قدرت إنها تخطف أنظار الجمهور في مسلسل جعفر العمدة. كل مشهد بتمثله الفنانة لبنى ونس بيوصلنا بالظبط اللي هي حاسة ايه. مشهد بيبقى بقى فيه خوف، على غضب، على انها قلقانة، على ان ابنها يروح، على في نفس الوقت عايزة تقول له ان هو ابوه، يعني مشاعر كده كتير قوي احنا بنحس بيها مع الفنانة لبنى ونس. ده غير بقى كمان المشهد اللي الناس كلها بتتكلم عليه لما رجع مخرج محمد سامي فلاش باك، وشفنا الفنانة لبنى ونس قبل حوالي 19 سنة من لحظة المشهد ده، وكلنا سألنا ايه اللي حصل. خلينا نعرف من الفنانة لبنى ونس بنفسها ازاي المشهد ده اتصور. بنرحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانتي طيبة يا جمينة، ويعود علينا جميعا رمضان بخير يا رب، وعلى مصر الجميلة بكل خير يا رب، وعلى كل المؤمنين. اللهم امين. طيب يعني انا عايزة ابدا معاكي من السنة اللي فاتت الحقيقة، وجزيرة غمام. شفنا دور غجرية، دور قوي جدا جدا جدا. كلنا عارفين ان كان في فترة غياب مش بسيطة، بعدين لبنى ونس قررت انها ترجع تاني، ورجعتي بقوة ما شاء الله، والنهارده شايفينك في جعفر العمدة، دور مختلف. عايزة اعرف منك
لما جيتي ترجعي مرة تانية للساحة الفنية، القرار ده تطلب منك إيه؟ ما هو القرار مني أجي على نفسي وعلى موهبتي وعلى، يعني هقول كلمة هتبقى صعبة شوية بس دي حقيقة، إن أنا ما أقولش أنا كنت إيه ولا بعمل إيه، مش حاجة اسمها أنا مين، أنا عايز أثبت أنا إيه مش أنا كنت مين. فبدأتها من الصفر، مكاتب كاست ومجاميع ولف على بصي، ما سبتش مكتب فيك يا مصر ما دخلتوش وعملت اوديشن. السعي يعني بشكل عام، السعي طبعا وموهبة موجودة، فعشان كده يعني شايفين ما شاء الله الحالة الفنية القوية زي ما ربنا بيقول كده، اسعي يا عبد وانا اسعى معاك. انا سعيت وربنا كرم الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. طب احكي لنا بقى عن الجلسات اللي كنتوا بتقعدوا فيها قبل تصوير المسلسل، اتكلمتوا في ايه؟ وانت بتقري الورق ايه اللي جه في دماغك؟ طبعا المخرج محمد سامي قال لك ايه؟ احكي لنا بقى كده الكواليس كانت شكلها عامل ازاي؟ اولا احنا عملنا بروفات، لان دي طبيعه الاستاذ محمد سامي لازم يعمل بروفات علشان يقول لكل ممثل هو عايز ايه من الدور، وهو وجهه نظره ايه بالظبط اللي هيقدمها، ويبقى في كيمياء ما بين الممثلين وبعض، يعني ما نتفاجئش ببعض في اللوكيشن. وده طبعا انا بشكره عليه، لانه يعني من القلائل اللي بيعملوا كده دلوقتي. استاذ محمد سامي كلمني عن الدور وقال لي انا الدور ده بالنسبه لي مهم جدا، لانه في عقب الدراما، واداني كل ملامحه. وانا ذكرت بقى، ذكرت على قد المعطيات اللي هو الدهاني. اتفاجئت بقى بالمشهد بتاع الفلاش باك واحنا بنصور، فسالته فقال لي دي مهمتي انا، ده شغلي انا. فبصراحه لا ابدع، لا أنا دي حقيقه فعلا، انا اتخضيت. انا قلت ايه ده ايه ده، وانا بتفرج قلت ايه ده، مين دي مين دي؟ يعني اللي هو بجد بجد انا بشكره من قلبي، يعني بجد شابوه، مبدع فنان بجد بجد، وبيحب الممثل قوي قوي قوي. لا الحقيقه يعني انا بحييكي طبعا، واكيد الحقيقه كمان موصوله شكر موصول طبعا للمخرج محمد سامي. طيب طبعاً. عايز اعرف منك كمان بقى، يعني احنا شفنا مشاعر مختلطه كتير قوي ما بين ام خايفه على ابنها، ما بين كمان ست عايزه تقول لراجل شايفاه بيدور على ابنه ان ده ابنه، يعني شفنا مشاهد صعبه ان هي تقدر ان هي توصل للمشاهدين بالشكل ده. اصعب مشهد بالنسبه لك كان ايه؟ وهل في مشاهد اصعب من دي؟ يعني هل اصعب مشاهد عدت في الحلقات اللي احنا تابعناها حتى الان ولا لسه كمان؟ لا لسه طبعا، لسه لسه الست دي نفس المشاعر اللي انت شفتيها دي هتبقى موجوده في اكتر من مشهد جايين، لان زي ما انت قلتي كده عايزه تقول له ومش قادره عشان ما يضيعش منها، وخايفه من بلال لان عارفه ان بلال ده الشيطان اللي هيفجر الدنيا، فكل ده كاتماه جواها وغصب عنها بيطلع، زي المشهد اللي كنتوا بتعرضوه دلوقتي، ان الراجل جاي ياكل عندها بس مش قادره تنسى ان ده ابوه ممكن ياخده في لحظه. صحيح. لا في مشهد تاني كمان لما حضرتك كنت ماشيه في الشارع بعد ما نزلتي من القطر، ده كان صعب جدا، يعني المشهد ده كان ابدعتي الحقيقه. انا يعني انا اعتقد ده هيبقى يعني ده ماستر سين، دي حقيقه ده ماستر سين طبعا. بالظبط، هو اللي بيقول كل المشاعر اللي انت قلتيها من شويه. صحيح، التضارب في المشاعر والخلط ده ما بين خوفها وما بين رعبها وما بين حياتها، فجأة معقولة ممكن يبقاش سيف معاه، معقولة ممكن يسيبها، عمرها كده خلاص راح، مش عشان عمرها راح، هي مش ندمانة، اللي بياخد قرار زي هي ده هي مش مستخسرة، بس هي أفنت عمرها عشان خاطر الولد ده، وإحنا اللي متابع بالظبط عارف إن هي عندها مشكلة إن هي مش بتخلف، فالموضوع صعب. يعني أنا الحقيقة الأم اللي بتربي مش طبعًا اللي بتولد. طبعا ده بكل تأكيد، ده أكيد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر وألف مبروك مرة تانية على الدور، ومتأكدة إن إحنا في الحلقات اللي جاية كمان هنتابع أداء أقوى، ويمكن كلنا مستنيين لبنى ونس في أدوار تانية كتير جدا. بشكرك كل الشكر الفنانة لبنى ونس.